بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أحبائي الغالين المتابعين وين ما كنتوا، أسعد الله مساكم. حبايبي ما بغايب عنكم، بس ريحت شويونا أنثر العزيمة والما اللحل وها غير المهم نرجع لكم. أعزائي الغالين، قبل ما أفتح الحديث وياكم اذكروا الله، اذكروا الله جل جلاله، وصلوا على الحبيب محمد، الله يطول أعماركم في هذا الشهر الكريم، أسأل الله يجمع شملكم ويشفي إن شاء الله مرضانا ومرضاكم، ويغفر لأمواتنا وأمواتكم إن شاء الله، وفج إن شاء الله في الدراسة عيالكم، الله يبلغكم إن شاء الله رمضان أنتم بأتم صحة وعافية، الله يرجع كل غريب رايح يدرس، رايح علاج، رايح سياحة إلى أرض الوطن سالم دايم غانم يا رب البيت الحرام. الله يطمن قلب كل أم على ولده وعلى إن شاء الله بنته، الله يرزق كل من تزوج بمرأة صالحة، ويرزق كل ما تزوجت برجل صالح، والله يرزق كل عقيم بإن شاء الله طفل يفرح قلبها. انزين أغاني ما بطلق أوقات يهف عليك اليوم، أنا ما أدخل من الزحمة ما طلعت يا الشارجة في قرية التسجيل، ما طلعت من الزحمة قسم بالله، زقرت لوكيشن خالد نوح عبد الله عندي الكويتيين، وهف علينا عشاء. شو بتعشى؟ عيوش ما نبقى، العيوش تسوي كروش. شو بتعشى؟ بيض وطماط ما نبقى، مع كورولي ما نبقى. لا 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 لا. ذكر طبخة قديمة، الله يطول عمره، زمزم حسن أحمد في خور فكان كان يسوي الطبخة ريوق وعشاء. يا رب أصنف عليه أخبرك لما الأول ما لتالي، ما الحمد لله رب ماشي قصيرة، لكن أوقات دلك أكله أنت تشوفه أحسن عن بوفيه كامل. إيه إنزين، شو الأكلة هاي عادي غالي؟ وهاي الطبخة مكونات الطبخة شو عاد هذا؟ شوفوا البصل، الثوم، لا زنجبيل، الثوم، طماط حي، طماط معجون، وشوية فلفل، والبطاط، البطاط شوفوا بكباره، ودهن حرية المتميز، وبزار حرية العالمي. هذا بزار حرية العالمي، وصل للسعودية، وصل للكويت، وصل كله عن طريق بريد وداع عبد الرحمن. وما بنكثر من البهار وايد، لا شوية كركم على بزار على فلفل على بهار. طبخة قديمة وحلوة، ما بسطاء الناس كانت عايشين، احنا عدنا فضل الله خير، لكن لا تصنيفه ويا خبز القاك حلو. وباسل عبد الله وابو عبد الله بعد كويتين مسافرين، وقالوا الدهن ولا غنى عنه، دهن اونلاين 375 طف، والله هاي باي دهن. هذا انت شوف 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 شوفوا 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 الاكل حلوه وبسيط، ما الناس الفقراء ما البسطاء، هي ما كله مشاوي وملاوي، ايش حق ما الاول ما الثاني وما يرد على الاول. شو رايك الامهات والخواتم تب هي يمكن بنات مالها زمان ما شاف المساكين، طلع الحين مال همبرجر ها وستيك وباست، لا حرية ما عندها السوالف، حرية هذا شغله، لا باست ولا ماست ولا ستيك ولا كيك، الجيمات وخنفروش والبصل. بسم الله الرحمن الرحيم، خلي يحمر البصل، مو وايد عادي، لا شوية زنجبيل وشوية ثوم وشوية فلفل. اشتاء 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 فولو بالفلفل، هاي تحمر تحمر، هاي حلو حلو، لك في يوم بيجنب زين. ونرجع أنا وياكم أول بأول طبخة طبخة، واحد مقترب واحد عنده في البيت مزاجه يقول حرية والله عشان عشاء خفيف، هذا عشاء خفيف
ترقد وانت مرتاح مرة من الآخر. عشان بلدي ما الأول انزين الغالي نهو هذا صور لوكيشن. ها شفتوا حمرنا البصل حمر نشوف الحمر يا الطماط هذا الطماط البصل والطماط والثوم والزنجبيل ما بنطول عليكم الثالثة وبيت هذا الملح والبزار والحمر والكركمه شو يعني ما بنطول سالفة زيادة بعدها عشان تشوفوا أول بأول هذا الطماط الحمراء شو قدام عينكم قدام عينكم هذه الخلطة هاي الخلطة زين الحين طبعا مفورة مصلوخة على ما يقولون ما تبالي بعد زيادة يا ربي نوع نوع يا ابو خالد يا ابو خالد هي ما الاول شغل اول شغل اول ولا ما الاول ما التالي يا عيوني الله زين بعد ما يبات كلام بسم الله الرحمن الرحيم ردينا درس ايه اكل قديم ما الاول وعلي عن الاول الناس كانت لا شوارمه ولا مو ولا وارمه ولا مخ شفتوا كذا الشغل الاول قوي لا مش خايف تبغي خبز رقاق عاد شوف ايش قاعد ابو محمد ها مسوي دي حشوه ولا بالسمبوسه اصلا ها شوف ايش قاعد ياسين قال بوادعك يا الغالي اخر وداع اليوم الا ان شاء الله ما باخر وداع ان شاء الله اللقاء وين في صلاله ان شاء الله او هلا 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 حي الله ابو خالد حي الله هلا كيشن شو هالموديله شو لابس عقالي وانت قم 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 شوف المطبخ هناك كثير سنه وام عبد الله ان شاء الله لقانا وين صلاله في صلاله وصلاله ودوني صلاله وابوي ان شاء الله طبعا مع عبد الله وياسين على هالاجواء الحلوه وباكر بيسافرون مثل الحين ان شاء الله هم في وين عد الله الله شوف 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 شو. طالع والاجواء الحلوه والبرزه الغاويه وهبيت الله مجابلين الحمد لله رب يعني مجابل ان شاء الله الكعبه يا رب البيت الحرام قولوا امين وهذا شعبان الله يبلغكم رمضان قولوا امين الله يبلغ الشارج اسال الله يحفظك اهلا وسهلا انت هنا وهذا صحنا البطاط شوف صوره هي وهذه الهريسه بهاي الغنشة الغالية هي نعم اليوم المصور طبعا ويانا الشيف لوكيشن بيبع لوكيشن شيف انت الشيف ابو محمد ها آه؟ شيف الكبير شيف الصالح انا اعلمك زين انا بعد ابوك ترى انا اعلمك عشان باكر يوم نفتح لك المطعم هناك مش ناس مخز سور بن خزيمة إني طالع من تحدي طباخ ما بأي كلام لوكيشن نعم. والعرب تنصاب يقول هذا يقول حياة الله يرحمه حري ولا الله يخليه حري معلمه الله يخليه ما بيهابني يعني من برا الطبيخ ويطول بعمره هي يا ابن من أبو ها اللعبة هي ها نعم هي الإنسان لابد إنه يجتهد هي
ما يبون فرع هذا صحن الهريسه. وين الخبز؟ ايه خبز الارقاد، جيب خبز الارقاد، جيبه جيب خبز الارقاد، حطه صينيه. عشاء خفيف. لا 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 حضرتك ودي فوق هذا. لا لا هذا صحون الاوليه حروا عالي عندك. ها وين هاي؟ منو عنده هذه؟ هذا منو عنده؟ منو عنده ها ابوي عندك؟ ايش حد نزلتوهن؟ يعني ايش حد تنزلون هذا؟ يلا خذوهم ودوهم فوق. هي هذا الاصلي 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 الاول مخلف هذا هو. ها ويا الحبيب ونزله. يا حد يعطي في بيض طماط؟ اسمك اللي انت بعد. اوبر هي جايقة تورا تورا. ها يا هلا ويا مرحبتين. هذه الياس الشعبية. تعال 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 تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. لوكيشن. نعم يا ابو خالد. لبيه. تعال ترعى تعال. ايه يا لوكيشن ياسة شعبية وتكي الشعبية. هي كلها شعبية بشعبية. هذا المطعم مقوام احلى. وهاي الهريسة الحرية الموصوفة. وهذا خبز الارقاك. عبد الله تفضلي. خلنا ناكل اول هريسة. يا هي هريسة ما تنقص ما تنقص ما شاء الله. هي 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 شوخية.